بونسوار الزوفلا ومرضوان معكم. نبدأ بهذه النقطة هذه. مثلا في للأسف الشديد هذا السيناتور، هذا الصحفي اللي كان مع تبون بعد ولا اليوم راه سيناتور. للأسف الشديد الناس دي فوا هكذا ما يعرفش المكان تاعو وين راه، لأن او يسال هنايا او يهضر مع وزير التربيه. اوكي، وزير التربيه راه في الحكومه، راه في السلطه التنفيذيه. دونك واش معناتها السلطه التنفيذيه؟ يعني تنفذ قرارات الرئيس. ولكن هذا الانسان هذا راه في السلطه التشريعيه، راه في السلطه التشريعيه. دونك هنايا مثلا او يهضر مع وزير التربيه يقول له باللي الوقت ماشي كافي، مثلا بين 12 والوحدة، وثانيا 8 ساعات للتلميذ بزاف. اوكي، في البلدان المتقدمه المتحضره هذا شغل السلطه التشريعيه. اوكي، السلطه التشريعيه هي اللي تشوف المشاكل الموجوده في الدوله، اوكي، في المواطن يدو، ومن بعد تشرع قانون، تروح تجيب هذا وزير تربية، تروح تهضر معاه، ما تشي تسألو اسكو بوسيبل نديرو هكذا ولا بوسيبل نديرو هكذا. هذا مثلا السيناتور محمد العقاب واش يدير؟ يصيغ قانون، يكتب قانون. هذا هو الشغل تاع السينا مع مجلس النواب، يكتبوا قوانين، اوكي، ومن بعد يبعثوه الى رئاسة الجمهورية الى عجبهم الحال. اوكي، ومن بعد رئيس الجمهورية واش يدير؟ يستشار السلطة القضائية اسكو كاين هناك مشاكل، لان قانون. اوكي، الى مثلا مكتوب مليحيتو مدروسيتو يبعثوه الى رئاسة الجمهورية. رئاسة الجمهورية واش دير؟ تصادق عليه، يولي قانون. دونك في البلدان المتحضرة أي كيفاه تمشي العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. هذا سيناتور يصيغ القوانين، هما اللي يديروا القوانين، الغرفة الأولى والغرفة الثانية هما اللي يديروا القوانين، يعطيوهم إلى السلطة التنفيذية تطبقهم بعد ما يكون يولي قانون. دونك شوف كيفاه يسأل، شو تاو يتوسل فيه. أخرى هي قضية المدة مع الوزير، يعني 12 الوحدة غير كافية. لاحظنا كثير من التلاميذ يعني والله في الشوارع، يعني دير لاشين على كرنطيطة ولا على بيتزا، والله في طوابير، والله مظهر والله لا يليق. إذا كان لازم يقراوا ربع شوية مع العشية، يقراوا ربع شوية على روحهم إذا كانت حتمته. ولكن قولي باش يخرجوا على 5، خليهم يخرجوا على 5:30، واعطيهم المده الكافيه باش يروحوا ياكلوا ساندويتش. هذا هو المطلوب، احيانا الامطار واحيانا درجه الحراره، وزيد هذه الظروف اللي تعرفوها. حجم الساعه 8 ساعات هي انا نشوف كثير، وربما تقسموني يعني لا قرن. الان دوك عليه ما نجتهدش في كثير من القضايا، رجعوها 7 ساعات رجعوها، اما 8 ساعات مع الوزير والله لا كثير يعني. حتى الفراغ اللي عندهم يوم الثلاثاء مساء او السبت والله انا شوف. دونك هنايا شوف الوزير التربيه ما على بالوش كاع، دوك يرجع له يقول له بالك نديرو. ولكن المشكل هو ان السلطه التشريعيه هي اللي تقرر، تدير قوانين، تشوف واش كاين مليح للتلاميذ، هي اللي تغير هذه الاشياء، ومن بعد الرئيس يمضى عليه يولي قانون. هاي اللي كيفاه يديروا في البلدان المتحضره. اوكي، نوليو الى مثلا واحد، كان واحد الجون هكذا انا في فيسبوك يكتب هكذا صغير، هذا زاد في وقت بوتفليقة. اوكي، دونك يكتب هنايا دونك يكتب في الفيسبوك، يدير لي فيديو تو، ولكن لازم ما نديروش تضليل. اوكي، ما نديروش تضليل. واش دار هو هكذا؟ كتب
دار واحد لا فوتو هنايا باللي وراه دونك درتها كابتور ديكرون عايلك دار هذه شوت كاين رخص تاع عاهرات في الجزائر اوكي يكتب هنايا الجزائر هي الدولة المغربية الوحيدة واش يدير يدير واحد لاكارت هي ستون كارت رخصة مصرية واش داروا لها كتبوها شولت عاودوها جزائرية الجنسية جزائرية والكاشي هذاك عاودوه جزائري بصح الأصلية هاي لك البطاقة الأصلية هاي لك البطاقة الأصلية هنايا مكتوبها مصرية هنا مصر عاودوها نحاول مصر منا نحاول مصر منا ومن بعد هو حطها في الفيسبوك تاعو ومن بعد نحاها دونك هذا تضليل دونك انت تقول باللي هذه الرخصه هذه الجزائر هي اللي تعطي الرخص هذيك للعاهرات هي رخصه مقدمه الى وحده هذه نور العيون مهدي هي مصريه دونك علاه التضليل دونك هذا فيما يخص تضليل الفيسبوك تعطي الفيسبوك لواحد يكتب واش يبغي للاسف الشديد ومن بعد واش يدير يجيب هذا الجورنال هذا هذا الجورنال هذا اللي هو ميدي ليبر دونك هذا الجورنال هذا ستار جورنال فرنسي اللي كان وحده قبل 2001 كان ستار جورنال انديبوندون ومن بعد ابري 2001 شراتو الموند دونك ايماجين هذا هذا الجورنال هذا مكتوب للصحفيين اللي يكتبوا فيه يعني ضد الجزائر يكرهوا الجزائر اوكي اليوم تلقى اناس يستشهدوا بهذا المقال هذا تاع 2008 ممسي يهضر لك اشياء نص كاينه والنص ما كاش ولكن كي تجيب لي مقال من الجورنال اوكي اي واحد يكتب في الجورنال اوكي ماشي حاجه يعني موثقه ان جورنال ان ارتيكل تاع الجورنال ماشي حاجه ايفيدنس ماشي حاجه تقدر انت تستشهد بها دونك لان اي واحد يكتب في الجورنال هو ثاني كتب واحد الارتيكل في واحد الجورنال من بعد نوريوه باش تشوفوا بلي بزاف الناس اللي راهم يديروا تضليل يجيب لك ان جورنال تاع اونتي الجيري ومن بعد يستشهد به يقول لك بلي كاين اوكي بغيتو توليو جمهوريه بغيتو توليو يعني كيما نقولوا ديمقراطي ياخد اللي بغى يشرب يشرب اللي بغى يصلي يصلي اللي بغى يدير دعاره يخليه يدير دعاره علاه انتوما تجيبوا هذاك الشيء تقول باللي بلد اسلامي نجيبوا باللي كاين رخصه تاع الدعاره والرخصه هذه ستون سان دوكيمون ايجيبسيان باش انت تضلل في الفيسبوك دونك هذه حاجه يعني الناس راهي تستعمل هكذا باش تضلل الناس واحد اخرين اوكي هضرنا على العقاب اوكي ثانيا الجزائر من بين البلدان البلد الوحيد اللي يفشل وزير يفشل في الصناعه اوليو يحاوزوه يروح لا روتريت واش يديروا له يديروا له ترقيه ولا يولي وزير صناعه ولا كيما يفشل وزير صناعه يديوه يدير وزير واحد اخر دونك هنايا اللي تلقى باللي الوزير هو ستان ادمنستراتور ما عندوش اي قيمه الوزير عنده سير ادمنستراسيون كي تبدل له نتايا من الراي واللي شبيبه والرياضه يولي للتوريزم يولي للصناعه وراه الخبره وراه الامكانيات تاع الوزير دونك انا كيما راني نشوف بعض الولاد يخسر يفشل في ولايه يروح يبعثوه الى ولايه واحده اخرى وين ما يعرفوش الوزير كيف كي تجيب وزير يدور انا مثلا راني نستغرب كي نشوف مثلا قرارات بعض الوزراء راني نستغرب كيفاه تخليهم اخويا ما نجحتش ومن بعد سوتو هذوك اللي ما نجحوش بزاف يحطوهم في السينا دونك السينا كاين واحد على ثلاثة تاع الرئيس دونك حطوه ثم دونك الجزائر البلد الوحيد اللي يفشل واحد تروح تبدل له بلاصة ثانيا شفت المعرض معرض السيارات معرض لي بياس دو روشونج قطع الغيار في الجزائر داروه كيما
هذاك المعرض دونك، هذاك المعرض هنايا دونك واللي وراه المعرض، هذاك المعرض نشوف المعرض هذاك، هذا المعرض هذا دونك هو في الطبعة تاعو، هذا المعرض تاع قطع الغيار في الجزائر، المعرض الوطني. ايماجين المعرض الوطني دونك، نشوف هذا الانسان يقول لك باللي 70% اللي راهم في المعرض هذا سي دي زيتورونجي، و 30% سي دي جون هكذا اللي حلوا شركات جديده هكذا. دونك علاه نقول لكم هكذا؟ باسكو كاين 200 هنايا، كاين 200 عارض، 200 عارض صافي 60 70% ولا 75% من الناس اللي عرضوا المنتوج تاعهم سي دي زيتونجي كلهم، و 30% ولا 25% سي دي زالجيري. 25% اللي راهم عرضوا المنتوج تاعهم، وشنو المنتوج اللي عرضوا لي زالجيريا؟ لي فيلتر، الزيوت، وهذوك تاع يعني ماشي بزاف لي كون لي كومبوزونت اللي راهم عارضينهم لي زالجيريا، ماشي دي بياس يعني طرز امبورطونت في السياره. اوكي، من بين 30% اللي لي زالجيريا اللي راهم دايرين هنايا المعرض هذا، سي با دي بياس يعني امبورطونت في السياره للاسف الشديد. خمم نتايا مثلا، تروح تجيب مثلا تجيب سيارات كيما فيات ولا رومو ولا اي سياره اللي بغيت دير لوزين في الجزائر، ومن بعد نتايا شروط في الكاي تشارج تقولها لازم يكون عندك 15% الاندماج لازم يكونوا جزائريين. اوكي، 15% لازم يكونوا ديزالجيريان، 15% لازم يكونوا ديزالجيريان. ناخذ مثلا السيارة الكهربائية تسلا، السيارة الكهربائية تسلا عندها 10,000 قطعة، 10,000 قطعة إلى ماشي أكثر، 10,000 إلى 11,000 قطعة، 10,000. ومن بعد من المفروض كي تجيب هاد السيارة باش ديرها البلاسمون في الجيري، حل لازم لك دي بياس من الجيري، لازم لك 1,500 إلى 2,000، من 1,500 إلى 2,000 قطعة لازم تكون مخدمة في الجزائر. دونك نشوفوا مثلا المعرض هذا يعطينا ليماج، ليماج تاع الانتيغراسيون، المعرض هذا يعطيك ليماج تاع الانتيغراسيون، باسكو كي تشوف البرودوي الزيوت لي فيلتر الفونتيلاتور، واش ثاني كاين يعني بعض الاشياء فقط اللي زالجيريان راهم يخدموهم للاسف الشديد. دونك انت تروح تجيبني شركه يضحك عليك يقول لك معليش بغيت 15% انتيغراسيون، هاي اعطيني كاع لي فورنيسور تاعك واش راهم يخدموا في الجيري. دونك يقول لك هذا هذا هذا، ومن بعد هذوك الناس هذوك كيخدم لي فيلتر لازم يشري دي ماشين، دونك باسكو شاك ماشين شكل المول تاعها هذاك الفلتر الى سياره، كاين سياره اللي عندها 4 تاع لي فلتر ولا 5، صافي عندك 5 تاع لي مول، دي فوا اون ماشين دير لك 5 تاع لي مول. دونك انت تروح تشري لا ماشين هذيك من فيات ولا من تسلا ولا من هذاك الانسان اللي يخدمها، وتشري لي مول هذوك باش دير نتايا لي فلتر تاعها. دونك ايماجين انت تروح تقولها اعطيني مثلا لي فورنيسور تاعك في الجيري، بعد تلقاهم ما عندهمش كاع لي ماشين باش يخدموا لي فلتر هذو، صافي تولي الى نفس الشركه، الشركه هذه تجي دير لك السيارات ومام تبيع لك الماشينه هذيك اللي دير قطع الغيار، باسكو انت اللي حتمت عليها لي 15% هذيك بيتوين، يعني السنه الاولى الى 3 سنوات لازم يكون 15%، ومن بعد 3 سنوات الى 6 سنوات يكونوا 40%، صافي 40%، صافي ديك لازم السيارة اللي عندها 10,000 قطعة غيار باش دير سيارة، شحال فيها 40%؟ 4,000،
دونك اسكو السوق الجزائريه باسكو في الكتيبه كي تكتبها ساهل، مي في الواقع انايا باش نبرهن لهذاك المستثمر باللي انايا في الجزائري عندي 4000 بياس. كي نقول 4000 بياس يعني هناك موجود هذاك الانسان اللي يخدم لا بياس هذيك موجود باش فيات تشريها من عندنا. دونك انت كي تكتب الكايد شارج لازم يكون الكايد شارج تاعك واقعي قبل انايا، لان اليوم تلقى دي فيلتر ما كانشهم في المارشي الجيريان. هذا فيما يخص لي كايد شارج. انا مثلا مستغرب قعدت 4 سنين، قعدت 4 سنين حبست لامبورتاسيون تاع 3 سنين السيارة تاع 3 سنين، ومن بعد رمشتعين حليت لوزين ومام طون حليت لامبورتاسيون. يعني اشياء ما تمشيش اون باراليل اخويا. الا بغيت انا لي زالجيريان يشريو كاع الطوموبيلات اللي راهم مخدومين في الجزائر، اوكي علاه ندير لامبورتاسيون؟ علاه سي فري تقدر تحل لامبورتاسيون باسكو يشريها بدراهم، ولكن الواقع انايا هذيك السياره ينتجها فيات في البلاد ولا رونو ولا اي واحد يشريها للانسان ديريكتومو. اوليو انايا زعما استنيت 4 سنين، غلقت المارشي 4 سنين ما كاش انتاج وما كاش لامبورتاسيون، ومن بعد كي حليت انا الدوسي الكايد شارج تاع لا فابريكاسيون حليت الكايد شارج تاع لامبورتاسيون. يعني ما يمشيوش توغادر، يعني اللي راه يخمم هكذا هو غلط او يغلط البريزيدون. دونك لو كان مثلا حبست لا فابريكاسيون حليت لامبورتاسيون نورمال، ولا فيرس فيرسا. دونك كي حليت نتايا لا فابريكاسيون علاه تزيد لامبورتاسيون؟ دونك لامبورتاسيون اليوم لامبورتاسيون كي راك تيكزيجي لانتيغراسيون ان فيكول جديد لازم لانتيغراسيون تاعو تكون 15% لي طروازون الاولين، 40% لي طروازون الاخرين، صافي 6 سنين. اسكو لامبورتاسيون دو فيكول ما كانش هذيك لانتيغراسيون؟ باسكو مازال رونو راهي تخدم لي فيكول، تبيع لك رونو، تبيع لك طوموبيل رونو، تخسر لك هذاك الانسان يحوس على لابياس. شكون اللي يدير لابياس؟ رونو اللي راهي تدير لابياس. صافي مازال الناس راهم يمبورتيو لي بياس تاع رونو، لان كي تحل المارشي نتايا سور لامبورتاسيون، واحد يجيب نيسان، واحد يجيب رونو، واحد يجيب فورد، واحد يجيب فيات، واحد كل واحد واش يجيب. دونك كي يدخلوا هذوك المارشي كي تصرا مشاكل لي زاكسيدون اي تو، انت تحب تبدل لا بياس واش يصرى لك؟ تروح تولي الى هذاك الانسان اللي خدم السياره. دونك لا بوليتيك هذه كي انت تحل حاجه لازم امبوسيو لو فابريكون الجيريان يخدم سي سا لو بروبليم. قضيه مثلا قضيه السعوديه مع ايران، اوكي قضيه السعوديه مع ايران، هناك الناس يعني يهضروا اون جينيرال باللي ولات العلاقه بين ايران والسعوديه بصح. اسكو هضر على كلش، هناك اشياء مثلا السعوديه راهي تخمم دون لافونير، مثلا تشوفوا هنايا Okay. India discovered close to 5.9 without good reason. The metal will drive the world in the future. Batteries needed for a variety of electronics run on lithium. And lithium is a critical element in electric vehicles. And if Iran's discovery of lithium is true, it will make the country the world's second largest holder of lithium reserves.
which could radically change Tehran's fortunes and force the world to rethink its relationship with the country. This is the same Iran that is amongst the most sanctioned countries in the world. Lithium could be its way out. Our next report tells you more. Lithium, it's all around you. In your smartphones, laptops, headphones, and just about any battery-driven device. It's also in cars. Batteries used in electric vehicles are made of lithium. As the world tries to wean itself off fossil fuels, lithium has become an extremely important element. For countries that have lithium deposits, it's a prized possession that makes them matter. And Iran is the latest country to hit the lithium jackpot. On Saturday, Iran announced the discovery of large lithium deposits in the western province of Hamadan. Okay. شفتوا هنايا دونك لقاو يعني الليثيوم باش تخدم لي باتري. دونك اليوم ايران هي الثانيه عالميا اللي عندها الليثيوم. ثانيه اليوم عندك تشيلي وعندك البيرو وعندك ايران. ايران هي السكند يعني ثانيه. دونك واش عندنا ثاني؟ وعندنا العربية السعودية. دونك هذه فيما يخص يعني على العربية السعودية راهي تخمم تحل لي رولاسيون مع تحل لي رولاسيون مع ايران. السعودية عندها شرات لوسيد. لوسيد دونك نجيبو ل هذه شفت الطوموبيل هذه الكتريك شرتها. هذه شرتها السعوديه ولا تاع السعوديه عندها 62% في الشركه هذه صافي شرتها. اوكي 38.6 مليار دولار. وهذه الشركه هذه تمشي كي تشارجيها تمشي الى 1000 كيلومتر. اوكي ألف مايل قريب 1000 مايل. دونك من 600 إلى 1000 مايل لأن عندها دي باتري سبيسيال. دونك كي هذا السيارة هذه عندها دي باتري سبيسيال يسحقوا بزاف ليثيوم. دونك أي كي يدير العلاقة مع السعودية لأن عندها الشركة هذه تمشي بها ليثيوم. وثانيا عندها دي ستوك في تسلا. تسلا اللي ثاني هي شركة كهربائية تسحق بزاف تسحق بزاف لي كومبوزونت من ايران. دونك الى حلات لي زومباساد اليوم ومن بعد تحل كيما نقولوا المشاكل اللي عندها لان الحرب في سوريا خسروها، الحرب في اليمن خسروها، الحرب في اوكرانيا خسروها، الحرب في لبنان خسروها. دونك السعوديه تشوف تقول لك امريكا ما تقدرش تحمي اوروبا، ما تقدرش تحمي اللوطون تاعها. كيف انايا تحميني بعد 70 سنه اللي عندنا اتفاق الحمايه؟ كيف انايا تحميني لو كان هذا ايران هذا يصدم عليا؟ ما يحميونيش. دونك الاتفاقيه اللي داروا عليهم هي اتفاقيه السلم، حتى واحد ما يضرب واحد. اوكي وكاين ثاني وكاين ثاني مثلا روسيا خلاص دارت اتفاق باش تبعث سوخوي 35 الى ايران. اوكي صافي دير اليوم لا تكنولوجي اللي عندها السعوديه تاع اف 16. اوكي و 16 هذو طيارين امريكان هما اللي طيارين امريكان هما اللي يمشيهم. صافي ديك ميم سي عندك لا تكنولوجي ما عندكش القدره تمشيها. ايماجين انت اليوم انت اليوم هاد الطيارين هذي كي يروحوا لبلادهم صافي دير السعودية ما عندهاش باش تقاوم ايران. وايران دونك اليوم تجيب السوخوي تجيب السوخوي وتجيب اس 300 و اس 400 تشوفوا هنايا على ايران
سميتو علاه السعودية تبدلت النظرة تاعها. شوفوا لا تشوفوا يا والله يا والله يا والله يا والله مشتها صخوي. المهم هناك صفقة تاع صخوي باش تروح إلى إيران، 35 صخوي 57 أوكي. دونك إيماجين آخر طراز تاع صخوي تديه إيران، صافي دي كادوا السعودية ما عندهاش أي قدرة. وهذاك لي زونتي ميسيل نحاوهم هذاك الإقليم، الدفاع عن الإقليم نحاوهم من السعودية حطوهم في قطر. صافي ديك اليوم السعودية ما عندهاش قوة جوية، مام لي درون هذوك اللي رموهم هذوك الحوثيين رموهم دخلوا إلى السعودية وداروا الدوماج. صافي ديك لازم تروح دير السلم معاهم. وثانيا لاشين تاع المهم لي تريز انتيليجونت واش قالت لكم؟ قلت لهم ما كاش مشكل على البترول،